طيب مارينا، انت عملتي برضو صفحة على الانستجرام يس. عشان توعي الامهات والناس، حتى لو ما بيشوفوا ابنك بيستغربوا وبيتسألوا هو ده ايه، وكمان عشان توعيهم بنوع المرض ومعلومات عنه. كلمينا اكتر عن الاكونت ده. الحقيقة انا ابتديت الاكونت بعد ما قدمت لابني في، كان في شركة بس انا مش فاكرة كانت ايه البرودكتس يعني بتاعها. كانت عايزة مودلز اطفال، فانا بعت الصور بتاعت ابني وقصدت اني ابعت صورته بودنه اللي هي مش سليمه. يعني هم ما ردوش عليا، هم المفروض اللي احنا هنرد عليك خلال يومين، بعد كده ما تردش واتعمل لي بلوك، يعني مش بلوك بس اتقفل خلاص، ما ينفعش الموضوع كانسل. كانسل. فمن هنا حسيت انه انا دوري ما وقفش ان انا بس اقول لاهلي واصحابي، حسيت انه انا محتاجه اكون بوعي الناس عن الحاله اكتر. ده غير طبعا ان احنا في حاجات سمعناها، ايه ده، ايه اللي حصل لودنه، هي ودنه راحت فين. هل كان تنمر ولا كان استفسار وتساؤل؟ هو استفسار بس بطريقه مش يعني مش 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 ظريفه يعني. عاده لما بتركزي قوي مع حد مثلا عنده مشكله في رجله ما بتقعديش تبصي على رجله يعني عشان ما تحسيش ان هو بحسسوش بالقصه، ما تحسش ان في حاجه غريب. هو طفل، هو مش فاهم، بس حسيت ان هو ممكن يكون بيسمع الحاجات دي لما يكبر، خاصة العملية هتكون بتتعمل لما يدخل المدرسة. فحبيت انه انا اعمل البيج على الانستجرام وابتدي على جروبس بتاعت الامهات اللي على الفيسبوك زي ماتش توك وبوند وحاجات دي كلها، وابتدي اكتب القصة بتاعته، ابتدي اكتب نوع المرض. وفي ناس بعتت لي كانت محتاجة مساعدة، ما حبيتش تكتب على السوشيال ميديا فبعتت لي على الانبوكس. كان في حاجات تشجيعية طبعا زي قصص ناس كبيرة قالت لي انا ابني كده، او انا كان عندي طالب كده وكان شاطر وكان متفوق، لا انا جوزي كان كده وربنا كرمه وبقى مهندس شاطر جدا وما تقلقيش. فدي كانت حاجات تشجيعية حلوة جدا. انا كنت اعرف واحد من اصحابي كان عادي جدا وكانت الحياة ما فيهاش مشاكل خالص. يس. بحس في وقت معين كده كان عادي، هو اهم حاجة تقبل الموضوع بالظبط. وكمان خصوصا لما هيكبر شوية ازاي تعرفي هنا بقى يعني تقوي جواه حتة معينة كده في شخصيته، ان هو ما يتأثرش بسهولة وان هو يطلع من جواه متسامح مع الكل، عشان خاطر هو طبيعي جدا ممكن حتى في السن الصغير في المدرسة او في الحضانة ايا كان، هو الاطفال ما بيبقوش عارفين بيستفسروا خلاص، فهو يبقى متقبل ده. وعلى ما اعتقد انت حطيت ايديك على اول خطوة ان انت خلاص بتأهليه ان شاء الله لما يكبر شوية الموضوع بالنسبة له مهيئ ان هو يتقبل اي شيء، وبرده كمان يعرف يرد يعني. ان شاء الله انا متأكد من ده بشخصيتك دي، هتعرفي ازاي تقولي يرد على الناس ان دي حاجة تبع يعني خلقية بشكل معين وطبيعي يحصل لاي حد. لا اكيد طبعا يعني، وحاولت على قد ما اقدر اني اكون باخد حاجة نفسية عشان اهم حاجة، بحس انه اهم حاجة الدعم النفسي اكتر من انه بس انا متقبل شكلي. لانه الثقة لما تدي الطفل ثقة في نفسه ده بيفرق جدا، بيفرق معايا ومعاكي كمان.